شخصيا الفترة اللي كنت موجود فيها النجم الرياضي ساهلي ملي انتميت للفريق الأول ومن بعد كي خذيت الكابيتانا وحتى وين هزيت تيتروات وتعديت ديما اون بيرمي ا بيرسون باش يحكي مع الاربيتر ابار الكابيتان وواحد كادر اخر ماكسيموم حتى كي يظلمنا. تصور هبش نعطيك صوره وتتفكرها بالكدا فينال 2009 مع الحكم الالماني سجلنا 3 أهداف مع كي كنا صغار معناتها هذه من باب الطرفه زياده ما يخلي تتقيد كالعاده بالحق كي كنا صغار يقول لك يا خويا حط الكره في الشبكه ما ينحيلكش الاربيت ما هو هكا ولا يقول لك خلي يظلمك حط كره حطيناها 3 مرات وصحاح 3 مرات وبونتويت صحاح ومركيت منهم واحد نقصت مع الكسراوي بالراس 3 بونتويت ونحاهم الاربيتر ومالجريسا اونيتي اكزومبلير حتى كي مشيت نحكي مع الاربيتر معايا 3-4 لاعبين لكن في نطاق المعقول من غير ما نتعداو على الحكم وكان جاتون مغير... سيراك لا هو لا محاله سامحني يا ربي سبيناه باللغات الكل احنا غير فهمناش لا لانه وقتها بحط وقتها تخمير على تعفسي ما عادش فيه اما حبيت جوست بور تدير كو راهو خذينا دي زابيتود فما الكابيتان وفما واحد ولا اثنين من لي كادر يل سو بيرميت يحكم لانه علاش باش نقول لك هي مش فايده في الكثره وفما من بعد مدرسه اخرى ما علينا في ذكر الاسامي جيت تقول لك ناس كل تمشي للاربيتر وفوالا اون فا فير بريسيون على الاربيتر اون فليون يعطيك صعب باش ما يعطيش ورقه المونير ويخليه يشيل يلقى 10 قدام دونك يلقى 10 الور كي ماهيش صحيحه ماهيش صحيحه تفكير غلط لازم نحيوه هذا ملي تي ما نحكي لك انا اللي تعديت عليه اللي تعديت من غير ما نسميه مدرسه المدارس فوالا مدرسه المدارس بالحق يلفو بروندر سا اون كونسيديراسيون سيرتو لي جون انا ديما كي نغزر بعين نغزر بعين نخمم فك الصغار نغزر لبعيد والله انا كي نبدا نلعب في التيران حتى من ايام كنا نلعب ديما نفكر في وليد عمره 13 14 سنه قاعد ماخذني كوم انت عندك ساعتك التخميرات لا, لا عندي ما عمري عمري انا ما خذيت حتى مره ورقه خذيت مره واحده في كارياري حمراء دو افيرتيسمون واحده تاك بردري خاطر ماشي بشي ماركي مره واحده في كارياري عمري اللي جيت الاربيتر خذيت ورقه حمراء نتاع بلاده ولا غيره المهم حبيت فسر لك انه راهو لانفلونس لازم تكون ايجابيه خاطر فما ملاعبيه مثلا هشام مش كيما منير تومبيرامون نتاعو معناتها منير كان يوصل يحكي مع الاربيتر بار اكزومبل ينجم يضيع الكونسنتراسيون نتاعو وينجم يتخمر يضيع اللعب نتاعو الكل هشام مثلا لا نقولوا احنا هكا حتى كي يعيط مع الاربيتر ويتخمر يرجع فيه ساعي الكونسنتراسيون معناها عندنا ملاعبيه ماهمش كل كيف كيف مش نفس طريقه التفكير كي تجي انت تحط له في مخه ليدي نتاع برا خويا تحتاج على الاربيتر وامشي وقول واعمل وكذا مش ناس كل بنفس طريقه التقبل فما ملاعبيه يضيعوا الكونسنتراسيون نتاعه هذا موضوع نحطوه اكوتي هو بارمي اللي ديتاي يحكي عليهم هشام ثوابت ايجابيه مع روجي اللي اذا كان يشوف ملاعب يعمل بتعرفش يعمل له ديريكت عيط لك تفضل اخر صارت لنا في المنتخب قداش مره انا معاه في المنتخب ميزابار النجم اقسم بالله قداش مقابله يشي فيه ملاعب يعيط ديريكت لادجوان تاعو يقول له تو تخرج ويخرج